قبل ما تاخدوا أي قرار وتندموا عليه، بدي أخبركم شغلة مهمة. السبب الأساسي للمشاكل اللي صارت نينا. معقول هالحكي هاد؟ ايه نينا، هي بتقدر تنوم الناس مغناطيسيا، وهيك بتخليهم يعملوا يلي بدها اياه بدون ما يحسوا على حالهم شو عم يساووا. واثقة من حكيه، وطبعا هلا عملت هيك بريشي. انا لمبارح لحتى عرفت بهذا الموضوع، ولهيك كنت عم حاول بعد نمرات عنا مشان ما تأذيها، بس ما كنت متوقعة انها تجي على العرس وهي متنكرة بهالتياب وتساوي في هيك لريشي. انتي شو هذا يلي عملتيه نينا؟ لك طلعتي محتالة كبيرة. طيب ليش؟ نينا، بما انه وشك الحقيقي انكشف قدامنا، احكي لنا وبصدق ليش اجيتي لهون؟ انت مين وشو بدك منا؟ ماشي رح خبركن، بس اذا كشفتوا القصة فرح يصير راس عيلتكم بالارض. لا تعملي حالك خايفة على سمعتنا نينا، أساساً لو إنه هذا الموضوع كتير بيهمك ما كنتي ساويتي يلي ساويتي. أحسن لك تخبرينا الحقيقة قبل ما نخبر الشرطة. مو مشكلة، بدكم الحقيقة؟ من الأساس أنا أجيت لخرب عرسنا مراتا. بدك تخبريني مين اللي بعتك لعنا فوراً. ولا ما هي؟ استحي على حالك نينا، هلأ بعد ما انكشفت اليوم صرت بدك تتهمي عيلتي بهالشغلة؟ انت كيف بتسترجي تتبليها لأمي بهالطريقة هي؟ بصراحة أنا من الأول حسيتها غريبة كتير هي وتصرفاتها. ليش عم تسمعوا هالحكي الفاضي؟ يلا قلعوها لبرا فوراً. ايه؟ شو فاكرة حالك أنت؟ ها؟ أنت وحدة محتالة، ليكو كيف عم تطلع فيني بكل وقاحة وكأني أنا اللي ظالمتها. شو لا تكوني مفكرتيني مثلك؟ أنت وحدة ساحرة، أنت اللي شغلتك تخربي بيوت الناس مو أنا، وفوق الهادي بتتهميني إلي؟ بوس إيدك نينا لا تفضحينا، ليكي أنا رح أدفع لك 5 أضعاف المبلغ المتفقين عليه، بس روحي من هون. لحظة، كمان أمه لريشي طلبت مني خرب العرس. شو؟ أنا بدي خرب العرس؟ آه؟ شو أنتي مجنونة؟ إيه مجنونة، طبعاً رح تقولي عني هيك، بس لأنه أنا كشفتك، صح؟ وكمان ملكة الحنية،
كمان جبتيني لهون وتفاتي معي مشان خرب العرس. بدي خبركن أهم سر بحياتكن، ليكو هالعرس وكل هالقصص هن بلا طعمة وتضييع للوقت. برأيي ما حدا لازم يتجوز، الإنسان لازم يعيش كل عمره لحاله. يا عم خبرني، أنت مستفيد شي من زواجك؟ شو بهي؟ وانت يا مدام قليلي شو استفدتي من زواجك؟ كل الناس بتنتزع حياتهم بعد ما يتجوزوا، لهيك ما رح اخلي حدا يتجوز لو شو ما صار يصير. هاي بينتها جنة، المسكينة عم بتهلوس، شكلها هالبنت صاير معها صدمة من شي عرس كأنه. ليكون بيعلمكن ما رح أسمح هالعرس يصير، فهمتي يا محتالة؟ بس حاجتك بقى، طلعي من هون فوراً وإلا أنا بورجيكي. شكلها هالبنت خرفت على بكير، على فكرة عن جد وضعك بزعل. ماهين خذها لهالبنت وقلع على برا، ولا إلك خليك أنا بقلعها بيكون أحسن. تعي معي، انتو لسه ما بتعرفوني أنا بقدركن. بعد امشي عني. خلصنا عشتك بقى، اسكتي احسن ما ننكشف. يلا احملي حالك وهربي من هون فورا. يلا نينا ما رح تقبل الخساره بهالبساطه، انا متاكده انها رح تعمل شيء. لبس العروس طوق العرس.